السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير. كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. هادي عندنا 3008 لا دوزيام جينيراسيون، فيها واحد الصوت حمقنا الصوت هذا، ولكن الحمد لله في الاخر جبدنا بعدا مناش المشكل. ملي كت تقريبا كتوصل 50 60 في السرعه ولا بحال هكا، كتسمع واحد غط 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 بحال هكا في الرويضه، في جهه الرويض، سيرتو في جهه الرويض في اليمن. وكنقلبوا كلشي مزيان، الكاردا مزيانه، لي بلاكيت دو فران، لي ديسك دو فران، كلشي مزيان فيها. في الاخر لقينا بان راه الرولمون اللي فيها المشكل، الرولمون هذيك الرولمون اللي كتكون وسط الرويضه هي اللي فيها المشكل، هي اللي كدير لنا داك المشكل. طوب بحال هكا، الا كنت شاد الفولا بحال هكا في الوسط ما كتسمعش، الا بركيت على اليمين ما كتسمعش، ولكن اون فوا كنبركي شويه على اليسار تتسمع، تولي كتسمع بالجهد مجهده. علاش؟ حيت ملي كتبركي هكا على اليسار، عفوا ملي كتبركي هكا على اليسار كيولي الثقل محطوط على ديك الرويضه اليمنيه، كيتحط عليها الثقل وكتكلم الرولمون. دائما الاخوان، هذا هو التشخيص ديال هاد المشكل هذا. ثم غادي في الطريق بحال هكا ما كتسمع والو، اون فوا كتبركي على اليسار كتسمع الصوت، عرف بان راه الرولما. والعكس، الا كنتي غادي وكتبركي على اليمين وكتسمع الصوت، عرف راه الرولما ديال اليسار. حنا دابا غنطلعو مع واحد القنطرة فيها فيراج هكا، قنطرة دايرة هكا ميلة على اليسار. هاهي واحد غتسمعو الصوت، يقدر تسمعوه. نديرو السينيال على اليسار، غندورو على اليسار. هيا هنا ها هو الصوت دابا باين. هيا غط 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 غط، انا دروك حيت مبركي على اليسار. ها هو الصوت باين باين باين. اون فوا كنقاد الفولون في الوسط تيمشي الصوت، اون فوا كنبركي عاوتاني كيرجع الصوت عاوتاني، غن 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 صداع. ها هو الصوت عاوتاني رجع، ها هو غادي يمشي ملي كنقاد الفولون. صافي هادشي اللي كاين الاخوان. دابا نمشيو نحلو الرولمون وغادي نديرو فيديو ان شاء الله نوريكم الرولمون اللي حلينا. صورة أزرق الخيران داك التنينير، صافي؟ خير الله يسخر، الله يسخر المعيشة، الله يسخر. سلام. روضة روضة روماني حل كاينة. السلام عليكم الاخوان. مشي صافي، راه مشيت بدلت النورمال الاولى ديال كوتي دروا، تقريبا حيد المشكل تقريبا بواحد 60%، ولكن باقي واحد شويه ديال الصوت. يعني مشينا بدلنا النورمال حتى هي الثانيه ديال اليسار، بدلناهم بجوج هكا صافي، حيد الصوت ولات الطوموبيل مزيانه في امان الله، سيتها مزيان في الطريق، في البراكاج على اليمين في البراكاج على اليسار مزيانه القضيه. لي رولمون بجوج هما لقيناهم، صراحه بدلنا وحده بوحده حيت غاليين هاد لي رولمون، داكشي باش بدلنا وحده وعاود سينا وعاود بدلت الثانيه. المهم دابا سينا الحمد لله، راه مزيانه الطوموبيل في امان الله.